يشارك وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة التخطيط والتنمية هالة سعيد في قمة أهداف التنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا ويلقي شكري كلمة مصر أمام القمة، حيث تهدف القمة إلى اعتماد إعلان سياسي تطلعي يؤكد من جديد الالتزام بالوعد الرئيسي لخطة عام 2030، وهو عدم ترك أحد يتخلف عن الركب. ومن هذا المنطلق يسعى المجتمعون على مدار يومين للتوافق على أفضل السبل للمضي قدما.